الحمد لله رب العالمين القائل كل نفس ذائقة الموت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقدوة الآمرين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سماحة مفتي الجمهورية القمري لدى الفرنسي الشيخ علي محمد قاسم حفظه الله أصحاب الفضيلة من العلماء نجوم الأمة أعيان المدن والقرى حضورنا الكرام إن أهل مدينة يمين وأهل منطقة طيبة أنا وإياهم جميعا نزف أسماء آيات الشكر والتقدير يومهم في الغرفات آمنين والملائكة يدخلون من كل قائلين سلام عليكم بما صبرتم وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم أعتق رقاب الحاضرين والحاضرات عن النار يا رب العالمين ولا تشوي خلقهم بالنار يا رب العالمين واحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم تحت مرضات ربه كوزي توجي تقوف بمناسبة وهو فاتي والمرحوم مزيوهاتو ميهازو مباها وهو مسايا مجوبا وهو ونجي مبابا وهو ونجي leo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala harudisha haruma ile dawlini ili jambo lelewa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yamlike mafira kubariki yao dia yana hakika tena ino ndonda ile tisa unumfu kusimamizia hawamu mtafutia wao mtafutia wale ndao wakati kutia hali ya mambo au mtishi hayo kama kwa wale wanaosema kwamba Mungu anataka wanisi ni namna yao kwa anaanza kutabisha tena wewe ngapumu wa afla ya mtu kufiri haya atakufanya jusho na imnasho ni wangu kwa kwa Israeli kwa sababu ya mashtua أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم
يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم اللهم اجعلنا لأهل القرآن يا رب العالمين كويس يا ربنا كلمة مناسبة وجمع الكتب صاحب الأسلوب المؤثر السيد مفتي الجمهورية وهنسي أفرنسا فضيلة أستاذ علي محمد القاسم فليتفضل مشهورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله إلى آخر الآيات بعد شكر الله سبحانه وتعالى شكر يوم التكوف وكثير وجه التجين وجه المتجيز وجه الرعب sababu ya kusikia kwa pamoja na kufurahia omungu wa alma kwa alizima na nimepata na nimekaa hiyo wakati mzigo wa kabana na mungu ya fariki sote ki alitana ni abana au sifa na usikiti wa wana wa nafsi